أكد محافظ صلاح الدين الحاجة لمدن جديدة على أنقاض تلك التي دمرها الإرهاب والتخريب شرق المحافظة. وقال خلال زيارته القرى التابعة لقضاء أمرلي أن حالة من الأحباط تنتاب الحريصين على الوطن تجاه هذا التخريب العبثي والذي طال حتى البنى التحتية الأساسية لتلك القرى، ومنها قرية دوميلان درة كبير وقرية دوميلان درة صغير وقرية البو حسن كبير والبو حسن صغير.